سناء من الأردن سألت عن كيف تعالج النبي عليه الصلاة والسلام من السحر. نعم، الحديث في الصحيحين وهو طويل، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد به السحر نام نومة عليه الصلاة والسلام، ثم قام وهو يعني فرح، فقال: يا عائشة، رأيت كيف أراني الله عز وجل دائي ودوائي؟ قال: أتاني رجلان، يعني ملكان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال الذي عند رأسي للذي عند قدمي: ما داء الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي، في مشط ومشاطة في جوف جب طلعة ذكر، أو في جب طلع ذكر، المقصود به الغطاء الذي يغطي لقاح الفحل كما نعلم. وكان لبيد بن الأعصم قاتله الله، طلب منه اليهود، وهو من أسحر الناس في زمانه، طلبوا منه أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يترصد للرسول عليه الصلاة والسلام حتى رمى مشطا مكسورا وفيه بعض شعره، فأخذ هذا المشط والمشاطة والشعر الذي فيه وعقده 12 عقدة، ثم وضعه في داخل طلع الذكر وربطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في طلع جب ذكر تحت صخرة في بئر ذروان، سبحان الله، وهو بئر لأحد الأنصار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه أن يخرجوه من البئر، وقال: تجدونه تحت صخرة في داخل البئر. فلما نظروا إلى البئر وإذا هي كالحناء، سبحان الله، من فساد مائها، وكان آسنا، فأخرجوه. فأوحى الله عز وجل إليه بالمعوذتين الفلق والنسر، وهما 12 آية. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الفلق ثم الناس، وكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى حلت عقده كلها وقام كأنما نشط من عقال. في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها، فلما اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام، والسحر نوع من المرض يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم كما يصاب بالعين ويصاب بالأنواع الأمراض البدنية، فتقول: فأخذ يدعو الله طويلا، يدعو الله طويلا ويلح عليه أن يشفيه. فهذا من أعظم الأدوية، كثرة الدعاء واللجوء إلى الله والتضرع إليه والانكسار بين يديه أن يكتب له الشفاء. وفعلا جعل الله شفاءه بهذه الرؤية التي رآها، فأخرج السحر. وهذا أيضا أعظم علاج للسحر، إذا استطعنا الوصول إليه يخرج وتقرأ عليه آيات الإبطال السحر، ثم يحرق فيبطل السحر في الحال بإذن الله، بإذن الله. الرقية الشرعية أيضا، الرقية الشرعية لأجل إبطال السحر، خاصة إذا لم يعرف مكان السحر، أو كان السحر مأكولا أو مشروبا أو مرشوشا أو يعني عطرا أو نحو ذلك، نسأل الله العافية، وأنواع. فيكون بالإلحاح بالدعاء، وكذلك مواصلة الرقية الشرعية حتى يتم الشفاء بإذن الله.